رمضان يجمعنا. مرحبا مرحبا. عند محلات بيع الأواني، طاولات بيع المملحات والديول. طيف ديول، طيف ديول. رمضان يجمعنا. التوابل، الفواكه الجافة. وأينما وليت وجهك تصادفك حركية غير اعتيادية في معظم الأسواق. سلعة ماركة، مرحبا بكم. يوم بعدنا قبل كبير عشاوش عزا كلش كاين الخير، الله يبارك. وانا مفرين الخير ان شاء الله حتى غدوه ان شاء الله. الله يبارك، الحمد لله يا ربي، ربي طيح علينا الشتاء رحمة ربي، الحمد لله يا ربي. هذا العام جا هايل، هم يجوا يشروا عليا زيتون وشامبينيون وديول كلش. اليوم اجواء فيها ريحة رمضان، ناس يتقضي زبيب عينا مشمش ديول، عندنا طمر سيري كاين ريحة رمضان، هاي تضل الحالة فهمتي. ضرب بينا رانا عينا فارا ولا بغامي. يا سلام سوما خويا اضرب هالكمار وزا الوفرة وانخفاض أسعار الخضار والفواكه ومعظم المواد الاستهلاكية هو ما صنع الاستثناء هذا الموسم، حسب ما أكده لنا المواطنون الذين توقفت عندهم كاميرا النهار. أسعار ما شاء الله يعني وكلش مليح وكلش متوفر الحمد لله. قضينا شوية بنتي، قضينا واش كتب ربي. أنا نشوف أجواء رمضان حق ربي كاين كلش، ما ريحة رمضان جات. قضينا شوية قضيان وما زالوا شوية حوايج تاع طابلة تاع رمضان، شوية خضرة، ما زالوا لوزين تاع واحد يدير الكاطو. كاين الوفرة ما شاء الله، الوفرة كاينة ما شاء الله كاينة. كيما باريكزوم التمر الله يبارك 25 تاع العرجون ما شاء الله، يعني الخيرات اللي عندنا في الجزائر. فامي الساشية وهدية راهي فامي عند عم الحالة أجواء استثنائية شهدتها معظم الأسواق الشعبية عشية رمضان في مشهد مميز يوحي باقتراب الشهر الفضيل. الله يرضى عليكم، الله يثبتكم، رمضان مبارك للأمة الإسلامية إن شاء الله.